بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله شروح دي اتش سي بي في 70642 مع وقف اونلاين دوت كوم ومحدثكم قصي اضمر. طيب إن شاء الله أنا اليوم شغلت ثلاثة أجهزة ويندوز اكس بي وممبر سيرفر ودي سي 2. إن شاء الله راح استكمل شرح الدي اتش سي بي. زي ما أنتم متذكرين المرة الماضية نزلنا رول الدي اتش سي بي على الممبر سيرفر. خلينا نشوف الممبر سيرفر ايش هو. نعمل ستارت ادمنستريتيف تولز. بلاحظ انه في عندي خيار جديد نزل اللي هو دي اتش سي بي. طيب خلينا نشوف شو هو دي اتش سي بي. من هنا راح اشوف انه في عندي هذا الكونسول شوي. ايوه ممبر سيرفر دوت وقف اونلاين دوت كوم. نعمل له اكسباند. لاحظ انه في عندي اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. طيب انا في عندي اول شيء زي ما انتم متذكرين انه احنا ما عملناش اوثرايزيشن لهذا السيرفر اثناء التنزيل. عمليه الاوثرايزيشن عمليه سهله جدا حتى يكون هذا الدي اس سي بي سيرفر معتمد في هذا الدومين. مجرد اني ادخل عليه مثلا ادخل انا دخلت على السيرفر باستخدام الانتربرايز ادمن والآن بس كليك يمين على هذا السيرفر اعمل اوثورايز. لاحظ انه الريد ارو هذا السهم الاحمر اللي موجود لازم يروح لازم يختفي حتى انه تكون تأكدت انه هذا السيرفر صار اوثورايز. طيب بس هو ما راح الان. لا ممكن انك تعمل ريفرش وتتأكد. ماوس يمين على السيرفر ونعمل ريفرش. الان هذا الجرين تشيك مارك اللي هي انه يس انه انت الان اوثرايز. طب اذا بدي ارجع انا اعمله نوت اوثرايز كليك يمين على السيرفر وان اوثرايز واللي هل انت متاكد. لو عملنا ريفرش رجع الان اشاره الانذار الحمراء. طيب خلينا نتاكد ونرجع نرجعه زي ما كان اوثرايز. كليك يمين بكل سهوله وريفرش. الآن صار هذا معتمد في هذا الدومين. خليني أنتقل على جهاز آخر مش على الدومين كنترولر. خليني أختار الأجهزة. عندي ثلاثة أجهزة شغالة. في جهاز جديد اسمه ويندوز إكس بي. جهاز نزلت عليه نسخة إكس بي وعملت له جوين على الدومين وأعطيته أعطيناه آي بي static IP. طبعا ما في فرق سواء كان XP او Windows 7. في جهاز Windows 7 ممكن انك تستخدمه بس اذا كانت الرامات عندك قليلة وبدك تطبق على اكثر من جهاز فبنصحك انك تنزل XP لانه XP تقريبا بيشتغل على 128 الرام بينما ال Windows 7 بيشتغل على 512. ما علينا نعمل switch to classic view. ندخل على network connections حتى نشوف اللوكال اريا كونكشن. لاحظ انه انا معطي على تي سي بي اي بي ستاتيك اي بي ادرس 192.168.1.25. خليها الان زي ما هي ستاتيك. بدي ارجع على الدي اتش سي بي سيرفر واتفرج شو في عندي. انا في الاي بي فيرجن 4 بدي اعمل اكسباند هيك. لاحظ انه في عندي اي بي فيرجن 4 ما في شيء. سيرفر اوبشنز فلترز ما في شيء اي شيء ثاني. بدي اضغط على الاي بي فيرجن 4 بيقول لي اد اسكوب. طب ايش هو السكوب؟ سكوب از رينج اوف اي بي ادريسز اساين تو كمبيوترز ريكويستينج دايناميك اي بي ادريسز. يعني بيقول لك هو السكوب عباره عن رينج من الاي بيز انت بتحدده. بنعمل هذه الاي بيز بنوزعها على الاجهزه اللي بتطلب الدايناميك اي بي ادريس. طيب كيف بدي اقدر استخدمه؟ بقول لك اول شيء you must create a configure scope you must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned. قبل ما توزع هاي الاي بي هات لازم انك تعمل سكوب تعمل له configuration. عمليه سهله وبمنتهى البساطه. ممكن نضغط ماوس يمين على الاي بي فيرجن 4 ونختار new scope. ايوه هذا الوزارد اللي هو مسؤول عن عملية creation للسكوب. next هسا بيقول لك
هات هو هات لنا اسم السكوب، سمي السكوب اي اسم ما بتفرق. خلينا نسميه وقف اونلاين. طيب بقول لك ايش هو الستارت اي بي ادريسز اللي بدك تعطيه من هذا السكوب. يعني انت الان هذا السكوب راح يكون عندك رينج بيبدا باي بي وبينتهي باي بي، فشو هو الرينج اللي انت بدك تحدده؟ عن طريق كيف بدك تحدد الرينج؟ عن طريق ستارت اي بي ادريس واند اي بي ادريس. طب ممكن 192 168 1، نخليه يبدا مثلا من 10. اوكي من 10. طيب ينتهي 192.168.1 ودوت 254. هنا بيقول لك سبنت ماسك اللي راح يتوزع مع الاي بي ادرس. طبعا احنا النتورك تبعتنا سبنت ماسك 255.255.255.0. بامكانك تعدل هاي القيمة او بامكانك تعدل من هون. لاحظ انه القيمة بتتغير معك، طبعا هي نفسها ما في فرق. ممكن نعمل نيكست. الان بيقول لك في اشي اسمه اكسكلوجنز اند ديلي. الاكسكلوجنز يعني شو هي الاي بي ادرس اللي بدكش اللي بدك تستثنيها من هذا الرينج. معنى انه انا عندي مثلا انا قلت لك انه من 10 لحد 254. خلينا نوضحها هيك في المساعد الرهيب اداة البينت. هسا انا حددت له الاي بي اللي وزعه توزيع اوتوماتيكي على الجهاز. دقيقة بس. اوكي هسا رجع لحاله الطبيعي. قلنا انه يعطي من 192.168.1.10 راح يبدأ يعطي لحد 192.168.1.254. بس انا مثلا ما بديش اياه، بدي اياه يستثني من هذا الرينج. يعني هو راح يبدا يعطي زي هيك لحد ما يوصل لهذا الاي بي، بس انا بدي اياه يستثني مثلا 192.168.1.11 مثلا، او بدي اياه يستثني رينج. يعني بدي اياه يستثني 192.168.1.50 لحد 192.168.1.60. بدي العملية اللي استثني فيها اي بي ادرس محدد، او العملية اللي بدي استثني فيها الرينج كامل. مثلا رينج من جوا رينج. لاحظ انه هذا رينج داخل رينج وهذا اي بي داخل رينج. طيب ببساطة هنا بقول لك شو الاشي اللي بدك تستثنيه من هذا الرينج اللي انت حددته. احنا حكينا انه بدنا نستثني مثلا رينج اللي هو من 50 ل 60. لاحظ بكل بساطة بقول له 192.168.1.50 لحد 192.168.1.60. نعمل له اد وهيك انا بكون استثنيت رينج. طيب كيف بدي استثني اي بي ادرس محدد؟ انا بحدد 168.1.11 لنفس الاي بي 162.168.1.11. بهاي الطريقة انا استثنيت رينج واستثنيت اي بي ادرس. مضطر اوقف تسجيل لحظات في شيء يعني شغلة وبراجع ان شاء الله.
طيب السلام عليكم، مستكمل إن شاء الله. تكلمت عن الاكسكلوجن، وهاي الطريقة أنا كنت عملت اكسكلوجن لرينج أو لاي بي ادرس مفرد واحد. طيب نعمل نيكست. هنا بيحكي لك ليز ديوريشن، بيقول لك the least duration specifics how long a client can use an IP address from this scope. يعني كم جهاز الكلاينت راح يملك هذا الاي بي ادرس او راح يظل يستخدم هذا الاي بي ادرس. طبعا الديفولت تايم زي ما انتم شايفين اللي هو 8 ايام. انت ممكن انك تحدد الايام زي ما بدك، انه يستخدمه 5 ايام مثلا، 4 ايام او 8 ايام الى اخره. طبعا في نص هاي المدة اللي انت بتحددها بصير عملية رينيو للاي بي ادرس، نحدد. طيب انا بعتذر على الانقطاع المفاجئ يعني، لكن نستكمل ان شاء الله. قلنا انه الديفولت ليز ديوريشن اللي هي 8 ايام، ممكن انك تزيدها تنقصها حسب ما بدك. بعد نصف هاي المدة راح يطلب الكلاينت تجديد الاي بي ادرس زي ما شفنا في بداية شرح الدي اس بي. عموما ما علينا، نيكست، نطلع من الخطوة. بيقول لك I want to configure this option now أو later. خلينا نختار now. هسا هو بيحكي لك الديفولت جيت واي، هل انك بدك تحدد ديفولت جيت واي يتوزع مع هذا التي سي بي اي بي configuration. طبعا ممكن تحدد الان وممكن تخليه كمان شوي. كيف بدي احدده كمان شوي؟ طيب خليني اخطي الديفولت جيت واي واشوف كيف بدي اضيفه بعد شوي. نيكست. هسه هو بيقول لك دومين نيم اند دي ان اس سيرفر. شو هو الدي ان اس سيرفر اللي بدك تعتمده يتوزع على الكلاينتس في من الدي اس بي؟ طيب ممكن انا اقول له عندي 192.168.1.3 اللي هو اللي انا شغال عليه. ممكن اعمل له ريموف او اعمل اد لواحد ثاني، اكتب الاي بي تبعه هون 192.168.1.2 مثلا، اعمل له اد بهالشكل. طبعا هو راح يعمل فاليديتنج، وزي ما بتعرفوا انه هذا للدي سي 1، والدي سي 1 مش موجود الان او طافي لانه مش شغال. انا مشغل فقط دي سي 2 والويندوز اكس بي والممبر سيرفر. فهو بيقول لي the IP address is not valid DNS. Do you want to add it؟ يعني do you want still to add it؟ يعني هل انت متأكد انك بدك تضيفه مع انه مش موجود؟ بدك تضيفه نضيف لك اياه؟ قل له يس مثلا اذا انك متأكد من الجهاز، وهو الان هيك ضافه في خانة الـ DNS. بس انا ما بديش اياه يشتغل، انا بدي اياه بس فقط يوزع الـ 1.3. فانا ممكن احدده واعمل له ريموف. اوكي ممكن نعمل next. هو بيقول لك الان الوينز سيرفرز، طبعا انا ما بشتغلش الان في هاي النتورك عن على الوينز، فالوينز مش مفعل لانه زي ما حكينا الوينز هو بيقوم يعني بيعمل الدي ان اس تقريبا، بس هو بيخدم على الاكثر او بالاخص الاجهزة اللي القديمة اللي ما بدعم الدي ان اس. مثل واحد بيكون متصل مثلا في جهاز 98 او ميلينيوم، ويندوز ميلينيوم الى اخره. فانا ممكن اعدي هاي الخطوة واعمل next. هو بيقول لي do you want to activate this scope now؟ بدك تعمل له active للسكوب. اختار yes واعمل next وfinish. هيك صار the scope شغال عندك. راح تلاحظ انه في عندك هون scope وقف online اللي هو 192.168.1.0 network ID للنتورك اللي هو شغال عليها. طيب expand لها السكوب، راح اشوف انه في عندي عدة اشياء. عندي الادرس بول، عندي الادرس ليسز، وعندي الريزرفيشنز، وعندي السكوب اوبشنز. طيب ايش هو الادرس بول؟ الان هو بيقول لك start IP address 192، هذا بيبين لك الاشياء اللي موجودة عندك الان. بيحكي لك انه الرينج تبعك من 1 او من 10 ل 254. ايوه بيقول لك انه في عندك exclude ل
الاي بي 11، وعندك كمان رينج اكسكلود مستثنى من 50 ل 60. فعندك انت الرينج الاساسي من 10 ل 254، ومستثني منه الاي بي 11، ومستثني منه الرينج من 50 الى 60. طيب هون الادرس ليسز اللي هي، شوفي عندك اجهزة شغالة وبتستخدم ال دي اتش سي بي. طيب مش ما فيش شيء طبعا، there are no items to show in this view. الريزرفيشنز الحجوزات او الاشياء المحجوزة، بيختلف عن الاكسكلوجن. الاكسكلوجن اشياء مستثناة، يعني مثلا هون 11 مستثنى نهائيا، ما راح حدا يقدر ياخذه بالمرة. ريزرفيشن هذا انك بتحجز اي بي معين، فلنفرض انه الاي بي مثلا 36 192.168.1.36، بدي احجزه لجهاز اكس بي 10 مثلا، عندي جهاز على النتورك اسمه اكس بي 10، فبدي احجز له هذا الاي بي ادرس. طبعا باستخدام الماك ادرس بحجز هذا الاي بي ادرس لهذا الجهاز. راح نشوف ان شاء الله، بس الان خليني ارجع على خلينا نشوف سكوب اوبشنز. لاحظ انه في عندك دي ان اس سيرفرز ودي ان اس دومين نيم، وزي ما انتم شفتوا قبل شويه انه طلب مني اضيف اشي معين اللي هو الديفولت جيت واي لهاي الاوبشنز، بس انا ما اخترته. طبعا ممكن اني انا كونفيجر ماوس يمين كونفيجر اوبشنز، وبشوف من هون بقدر اضيفه اللي هو الديفولت جيت واي الراوتر مثلا، واحدد له اي بي ادرس تبع النتورك تبعتي 192.168.1.100 مثلا. اد اوكي، بشوف انه الان صار راح يوزع الراوتر او الديفولت جيت واي اللي هو 100 من خلال الدي اتش سي بي تبعته، اللي هي نفس الخطوه اللي انا استثنيتها قبل شوي، واذا بدي اعدلها بعدلها من هون، اذا بدي اغير عليها اي شيء بغيرها من هون. طيب خلينا نرجع لجهاز الاكس بي، او خلينا نشوف الليز بالاول الليزس. لاحظ انه فاضي، بدي اشوف شو التاثير اللي بده يصير من الاكس بي لما بدي اغير له الاي بي ادرس. فلاحظ انه انا على الاكس بي معطي جهاز الاكس بي اي بي ادرس 25، اوكي 192.168.1.25، وهذا الاي بي ادرس ستاتيك اي بي ادرس. خلينا نشوف md ip config حتى اشوف شو هو الاي بي ادرس. لاحظ انه الاي بي ادرس 192.168.1.105.25، سبنت ماسك 255.255.255.0، الديفولت جيت واي 192.168.1.1. اوكي انا الان بدي اغير هذا الاي بي ادرس، بدي اخليه obtain automatically اللي هو دي اتش سي بي، وهنا الدي ان اس خليه اوتوماتيكلي واعمل له اوكي واوكي. طيب اوكي كلوز. لو عملنا اي بي كونفيج هل تتوقع انه تغير الاي بي ادرس؟ الاي بي ادرس بعده مثل ما هو 192.168.1.25، بس الديفولت جيت واي تغير صار 1.100، والوقف اونلاين دوت كوم ظهر عندي هنا. الان اللي انا بدي اياه، طيب الاي بي ادرس ما تغير. الاي بي ادرس حتى يتغير في امر بدك تحفظه وتكتبه، اللي هو اي بي كونفيج سلاش رينيو، اللي هو طلب تجديد الاي بي ادرس. الان احنا عملنا هذا الكوماند، نرجع نكتب اي بي كونفيج، بلاحظ انه ما تغير. طيب خليني اعمل اكسكلوجن لهذا الاي بي، استثني هذا الاي بي من، ولانه اصلا الاي بي موجود في الرينج، فخليني ارجع المنبر سيرفر اعمل ريفرش. بلاحظ انه نزل الاي بي ادرس اللي هو الاكس بي 1.192.168.1.25 على الدي اتش سي بي سيرفر، بس انا بدي هذا الاي بي يتغير
فممكن اني مثلا يعني بدي افرجيك التغيير فقط لا اكثر ولا اقل. انا بدي ارجع على السكوب، على نختار هنا على الادرس بول، نختار new exclusion range، فبدي استثني ال 192.168.1.25 اللي هو الاي بي ادرس اللي ماخذه الجهاز الان. طبعا يعني هاي خطوة فقط بس حتى اورجيك عملية تغيير الاي بي ادرس لا اكثر ولا اقل. اوكي، نرجع على جهاز الاكس بي وبدي اعمل اي بي كونفيج رينيو. اوكي، ممكن هسه اشوف الاي بي كونفيج، بلاحظ انه اخذ 192.168.1.10. ارجع على الدي اس سي بي سيرفر، دي اتش سي بي سيرفر على الادرس ليزس، ممكن نعمل ريفرش او سيمين ريفرش، بلاحظ انه يتغير الاي بي ادرس. طبعا هو ما تغير لانه اصلا كان في البدايه في الخطوه الاولى، لانه اصلا كان ماخذ ضمن الرينج، فالدي اس سي بي شاف انه هو اصلا معه ايش 25، فقال لك بخلي 25 مثلا. بس لو كنا معطينه 7 مثلا، دوت 1 دوت 7 192.168.1.7، 7 هاي خارج الرينج، لانه الرينج انا ببلش عندي من 10، فمباشرة بس اول ما تشبك على الدي اس سي بي راح يعطيه شيء ضمن الرينج. هذا بالنسبة للدي اتش سي بي. بيظل علي اشوف الريزرفيشنز. طيب نيو ريزرفيشن، نحكي انه بدي اعمل ريزرفيشن، بقول لك شو هو، خلي اكس بي 1 اسم هذا الريزرفيشن اكس بي 1. الاي بي ادرس اللي بدي اعطيه دائما لهذا جهاز الاكس بي 1، فلنفرض انه 192.168.1.99. هو الان بيطلبني الماك ادرس، فقط اكتب له الماك ادرس وانتهت القضية. طب منين بدي اجيب الماك ادرس؟ انا ممكن ارجع على الويندوز اكس بي، نكتب اي بي كونفيج سلاش اول. طيب لاحظ انه الفيزيكال ادرس او الماك ادرس هيو زي ما احنا شايفينه. خلينا نعمل له مارك 000C29BE7098. طيب كيف بدنا نكتبه؟ لأنه أنا مش مفعل التولز تبعت الفي ام وير، فلو نسخناه وعملنا نسخ لصق ما بيمشي الحال أصلا حتى لو كتبته على نوت، فإلا نحفظه. فممكن أنا أكتب 000C، نرجع هناك على المنبر سيرفر 00 كليك 000C، ايش في بعد 29BE. اثنين تسعة طبعا ممكن تكتبها على ورقة تريح راسك من هالسالفة. شو في بعديها 70.98. اوكي، نرجع المنبر سيرفر 70 كليك 70.98، نعمل له اد كلوز. لاحظ انه حجز ال 192.168.1.99 لجهاز اكس بي 1 اللي هو الماك ادرس تبعه اللي شفناه. طيب ممكن نرجع على الاكس بي، على شاشة الاكس بي، خلينا ننظف الشاشة سي ال اس، امر تنظيف الشاشة كلير سكرين، واكتب له اي بي كونفيج حتى اتذكر شو هو الاي بي اللي كان ماخذه اللي هو ماخذ 10. هسه بدي اجدد الاي بي، اي بي كونفيج سلاش رينيو. اوكي،
اوكي هسه بدي ارجع اي بي كونفج اشوف شو الاي بي ادرس اللي هو ماخذه. عملية الاكس الريزرفيشن عملية الحجز تمت بنجاح، لاحظ انه اخذ 192.168.1.99. ان شاء الله انه يكون الدرس واضح، في معلومات كثيرة. انا بعرف انه درس شوي يعني معلومات دسمة، لكن بتمنى انه اكون بسطتها بقدر الامكان. اذا في اسئلة في اي استفسارات باذن الله تعالى انا جاهز ان شاء الله، ان كنت قادر على الاجابة اني اجاوب عليها. اذا في شيء مش واضح بنرجع بنعيد، وظلنا درس بسيط جدا في الدي ات سي بي. بعد ذلك راح اتكلم عن اشي اسمه الراوتينج، كيف بدي اعمل جهاز راوتر حتى يعني مثلا فلنفرض انه انا في النتورك تبعتي ما عندي راوتر، ما قدرت اشتري راوتر، ممكن اجيب بي سي عادي واركب عليه كرتين شاك كرتين ماك ادرس كرتين نيك نتورك انترفيس كارد، واخليه راوتر بين تو نتوركس او اكثر حسب ما انا بدي، وانزل عليه الرول اللي بتشتغل كراوتر. بعد ذلك راح اتكلم بسرعة عن الريلي ايجنت او دي اس بي ريلي ايجنت، شو هو وشو بستفيد منه ان شاء الله. عموما انا خلصت درس اليوم، اتمنى تكون امور واضحة، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا من دعائكم، اخوكم قصي الضمور.